أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النفير العام في ليبيا، وتم تعيين اللواء عبد الرازق الناظوري حاكما عسكريا للمنطقة الممتدة من درنة إلى بنجوات قرب سرت. قال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في الكويت إنه تم التأكيد في جلسة المشاورات مع المبعوث الأممي على ضرورة تحول الميليشيات الإنقلابية إلى حزب سياسي قبل أي حديث عن الشراكة. وسائل إعلام محلية عراقية تتحدث عن نية أمريكية بالمشاركة في العمليات البرية للسيطرة على مطار القيار الاستراتيجي تمهيدا لخوض معركة الموصل. السلطات البلجيكية تنفذ عمليات مداهمة وتبحث عن متفجرات مخبأة في أحد المنازل يشتبه بإعدادها لشن اعتداءات على كأس أمم أوروبا.